أعظم أيام الدنيا، وهو أكثر يوم يعتق الله سبحانه وتعالى فيه الرقاب من النار، وهو يوم محدد، يوم محدد، ليلة القدر من الليالي المشهورة لكنها غير محددة. قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، لكن يوم عرفة حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترانزليشن وسام جنيه يوم عرفة يوم محدد، يوم حدده النبي صلى الله عليه وسلم، هو اليوم التاسع من ذي الحجة، مش كده؟ يوم اجتماع الناس على جبل عرفات يذكرون الله سبحانه وتعالى ويدعونه. طيب التعبد اللي فيه، أفضل التعبد في هذا اليوم إيه؟ معلوم إن إحنا عندنا الذكر المقيد هيبدأ من فجر الإيه؟ من فجر يوم عرفة. يعني إيه مقيد؟ يعني مرتبط بالإيه؟ بالصلوات. يعني عقب كل صلاة هنقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، وإذا زف الزيادات المعلومة الله أكبر كبيرة والحمد لله، ما فيهاش مشكلة خالص خالص، مفيش أي مشكلة. طيب في هذا اليوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، مش كده؟ مفيش حد بينسى نفسه وتدعي لنفسك إن ربنا يغفر لك ذنوبك، ربنا يعفو عنا وعنك، ربنا يكتب لنا الخير في الدنيا والآخرة، ربنا سبحانه وتعالى يحسن ختمنا، بتدعي لوالديك مش كده ان ربنا يرحمهم كما ربوك صغير، وبتدعي لأبنائك ربنا يربيهم على الإسلام، وبتدعي لزوجتك مش كده، ولإخوانك وإخواتك ربنا يهديهم، الزوجات يعني أصلا، إنما إخوانا وإخوات ربنا يتقبل منا ومنهم ويهديهم برضه ويهدينا معاهم مش كده؟ طيب بس ما تنساش تدعي لأمتك مش كده ولا ايه؟ ان ربنا ينتقم من داعش الصهيونية اللي في ارض فلسطين مش كده؟ ومن قاعدة الشر التي وضعتها امريكا واوروبا المجرمة في ارض فلسطين، ما تنساش، لان امتك اهم منك، انت فرد، الفرد ملوش قيمة الا في امته، وعشان كده في القرآن بتقول في الفاتحة اهدنا مش اهدني، مع ان انت اللي بتصلي لوحدك صحيح ولا ايه؟ بتقول اهدنا امتك اولا، ادعي لامتك ان ربنا يرفع هذا الظلم والذل عن هذه الامه، يفك اسار المسلمين، يحرر المعتقلين في بلاد المسلمين، ينتقم من الظالمين، يوحد صفوف المسلمين، يجعل قضيه المسلمين هي القضيه الاولى، اعاده مجد الاسلام هي القضيه الاولى، قبل قضيه كرشك وقبل قضيه عيالك وقبل اي كل قضيه، قضيتك الاولى اللي انت هتقولها الله اكبر الله اكبر. امال فين الله اكبر ده؟ امال فين لا اله الا الله؟ فين انت بتقول ده؟ ولا بتكبر كده وخلاص كلام لسان؟ لا، الله اكبر يعني حتى من رغباتك من امانيك من كل شيء تشتهيه الله اكبر منه سبحانه وتعالى. امنيتك الوحيده هي ايه؟ ان ربنا يعز دينا ويعز امه الاسلام. الشيخ هو بيصلي بكى مش كده؟ كويس، بكى عند اهل ايه في سوره التوبه اخر ايه في الربع مش كده؟ في الجزء العاشر، في الربع الثامن في الجزء العاشر مش كده؟ في السطر السابع على الصفحه اليمين في سوره التوبه طبعه الشمرني. لكن لما جه الركعه الثانيه وقف وقفه عجيب جدا، ربنا ذكر الاعراب بصنفين مش كده؟ قال الاعراب اشد كفرا ونفاقا، ووقف عندها دي، وبدا الايه الثانيه ايه؟ ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر. هو كان يقصد ايه بقى من البكاء بتاعه؟ المنع من الحج، المنع من الحج، المسلمين الذين منعوا من الحج، يا لطيف، الذين منعهم آل سلول محتل مكة والمدينة من الحج، كان بيقصد هذا، هو ده المعنى، ده المعنى، عشان تعرف ان قضايا المسلمين أولويات، أولويات منك ومن أي حد في الدنيا، قضية الإسلام دي قضية عظمى، لازم المسلم يعيش لهذه القضية، وإلا بقى إنسان تافه، إنسان ملوش قيمة. في يوم عرفة هو اليوم الانتصار، إن أنت بتنتصر على نفسك، بتنتصر على شيطانك، مش ربنا سبحانه وتعالى قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ أو في يوم عرفة بيرى الشيطان أحقر وأذل وأطحر، أكثر يوم بيكون حقير وذليل في هذا اليوم، مدعوم في هذا اليوم، عارف ليه؟ من رحمة ربنا النازلة على عباده.
من رحمة ربنا. تخيل انت بقى لو مشغول بدينه ومشغول بالإسلام ومشغول بقضية لا إله إلا الله يتركك ولا ستصيبك رحمة الله سبحانه وتعالى. الإنسان للفرد اللي بيعيش لنفسه ملوش قيمة، إنما اللي بيعيش من أجل هم ومن أجل قضية عظمى ربنا بيديله همة عظيمة جدا لنصرة دينه. بكرة بقى يومك، بكرة يومك، اقعد بعد الفجر إن شاء الله اقرأ قرآن واقعد لغاية الضحى. أفضل وقت، أفضل صلاة، صلاة الشروق أو صلاة الضحى هو غدا، أفضل وقت تصلي فيه الضحى، لأنه ما بيتكررش إلا كل سنة مرة واحدة، ورحمة ربنا سبحانه وتعالى نزل. ناهيك إن ربنا يكتب لك كمال الحج، مش كده ولا إيه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر مش كده؟ وجلس في مصلاه يذكر الله حتى إيه؟ شروق الشمس، تعالى الشمس اللي هو 15 دقيقة، ثم ركع ركعتين كتب له أجر إيه؟ حجة وعمرة تامة تامة. كمان من أعمال غدا كثرة ذكر الله وتوحيده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الأصل في التعبد في يوم عرفة أو السنة فيه إنه بيبدأ من صلاة الظهر، من صلاة الظهر. بس طبعا الحديث للكثرة العددية اللي كانوا فيها 2-3 مليون، كان في ناس بيعملوا سكيب منها، بيسيبوا منها ويطلعوا بعيدوا فين؟ في عرفة. ما فيهاش مشكلة دي، لأنها نافلة سنة يعني. طيب، وفي ناس بتصلي الفجر وبتطلع، بتروح تنام هناك لحد الظهر يبدأ. من الظهر لحد إمتى بقى عرفة بينتهي؟ لا مش المغرب، لا، لحد فجر اليوم التالي. خد بالك، سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم: من وقف بعرفة لحظة واحدة قبل أن يأتي إلى جمع لمزدلفة كتب له الحج. شوف بقى، يبقى اليومين دول بيبدأوا منين؟ من الفجر، يوم الايه عرفة ويوم ايه النحر، الاثنين بيبدأوا من الفجر لايه؟ لفجر اليوم التالي. فانت معاك يوم ممتد، يوم ممتد من النهارده، من فجر اليوم يعني لحد تاني يوم تكسر فيه ذكر الله، الدعاء، الصدقه، خد اصول التعبد، وكمان تصدق، تصدق. وبالتاكيد فيكم ناس كان عندهم نيه ان هم يحجوا، كانوا بيتمنوا من ربنا سبحانه وتعالى ان هم يطلعوا الحج هذا العام، ترى ربنا يضيعهم؟ ابدا. الايات اللي بكى فيها الشيخ دي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في غزوه تبوك، قال لهم: ان بالمدينه اقواما ما سرتم مسيره ولا قطعتم واديا وما اصابكم من نصب ولا وصب ولا مخمصه، طعم التعب وجوع وشده حر وعطش وكله كله، الا اخذوا مثل اجركم حبسهم العذر. حبسهم العذر غصب عنهم، كان نفسهم يروحوا. ها؟ إن كتبوا في صفوف الحجيج، ما تخافش، ربنا ما بيضيعش نية العبد الصالح أبدا. لو عندك نية الإيه؟ نية الحج، وتعذر بهذا السبب، إن شاء الله ربنا لن يضيع لك ثوابا بإذن الله، بإذن الله. غدا أيضا يوم صيام، وربنا سبحانه وتعالى بيكفر بسنة ماضية وسنة مستقبلة، مش كده؟ طيب، سنة ماضية اللي هي الصغائر، العلماء قالوا كده، العلماء قالوا الصغائر، لأن الكبائر محتاجة توبة نصوح. طيب، وسنة مستقبلة دي فيها أمل إن ربنا يمد عمرك كمان سنة، مش كده؟ طب افرض ما تمدش، وربنا كفر لك كل ذنوبك السنة اللي فاتت، يعمل معاك إيه؟ الإمام النووي قال: يعطيك بدل إزالة السيئات يعطيك إيه؟ حسنات من فضله ومن كرمه سبحانه وتعالى. أديم ذكر الله سبحانه وتعالى، عهد الله سبحانه وتعالى أن تكون دائما يعني الرجال الذين يريدهم الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، جعلنا الله وإياكم منهم، اللهم أمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعتق رقابنا ورقاب أمهاتنا وآبائنا من النار، ورقاب أزواجنا وإخواننا وذرياتنا وأخواتنا والمسلمين من النار يا رب العالمين. اللهم حرر بلاد المسلمين، اللهم حرر إخواننا المعتقلين، اللهم فك
كأسار المسلمين. آمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. آمين. اللهم واحد صفوف المسلمين تحت راية الإيمان والقرآن. آمين. اللهم عجل بنصرك الذي وعدت. آمين. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. آمين. وكفر عنا سيئاتنا. آمين. وتوفنا مع الأبرار. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكل عام حضراتكم بخير.